الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في المرأة الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، أنا أسأل حضراتكم وأقول لكم إيه اللي فهمناه من فيديو الاختراق الذاتي؟ هو شفنا اللي أنا فهمته في المجمل من اللي أنا قرأته، وبرضو المعلومات اللي كانت في الفيديو في المجمل الظاهرة غير مفسرة بشكل يعني واضح ومريح أو منطقي، ملهاش تفسيرات خلاص فعلا، على الرغم من في أكتر من محاولات قديمة لتفسيرها، زي قالوا بعضها إن من قالوا لعلها بتكون بسبب كثرة شرب الخمور، فالجسم من وجود الكحوليات بداخله بيحصل له هذا يعني هذه الظاهرة. بعد كده أثبتوا أو يعني ما قدروش يثبتوا المعنى ده أو النظرية دي، وقالوا برضو حاجة تانية. ففي المجمل هي ظاهرة غير موضحة بشكل منطقي وواضح وغير مثبتة بشكل علمي إيه سببها، وفيها من الغموض ما زال ما فيها. طيب، ده كلام جميل، لكن إيه علاقة الفيديوهات دي باللي احنا درسناه؟ خرق الحكم العادي، وإن الإحراق دوت دايما بيكون للنار. أحسنتي. إن دايما الإحراق بيكون للنار وبيكون بسبب المنطقي الاعتيادي المتكرر، لكن كون الإنسان هو اللي يشتعل ويحصل فيه الإحراق فده يعتبر خرق للحكم العادي. طيب، تمام جدا. إحنا عطنا لحضراتكم هذا التكليف علشان نعرف إن إحنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى رتب أمور على أمور، فإحنا عندنا السبب وعندنا النتيجة. تمام، اللي احنا قلنا المره اللي فاتت هو انه الارتباط بين السبب والنتيجه ارتباط عادي. يعني ارتباط عادي يعني يتصور ان النتيجه دي تبقى بغير السبب ده، ويتصور ان يكون السبب ده ما بيؤديش للنتيجه دي. طب هل معنى كده ان احنا كمسلمين وكعلماء كلام مسلمين وكعلماء عقائد مسلمين زي ما بيظن بعض العلمانيين وبعض الأوروبيين المستشرقين، هل احنا كده بنهدم نظام الأسباب والمسببات في العالم؟ لا، احنا بنهدمش نظام الأسباب والمسببات، احنا نرى نظام الأسباب والمسببات على حقيقته. زي بالضبط كده احنا عارفين ان الدواء سبب لحصول الشفاء، لكن مين اللي شفى؟ احنا كمسلمين لما نقولش ان الدواء هو اللي شفى، بنقول الله هو الشافي، واذا مرضت فهو يشفي. هل معنى كده ان احنا بنقول للناس ما تاخدوش الدواء؟ لا، بنقول للناس يا جماعه خدوا بالاسباب، لكن انت كمسلم وانت بتاخد بالاسباب اعرف ان الاسباب مش هتعمل لك حاجه. امال مين اللي هيعمل لي؟ الله سبحانه وتعالى. طب اذا كان الله ليه هاخد بالاسباب؟ امتثال، لأنه هو قال لي خد بالأسباب. فهمتوا الفكرة عاملة ازاي يا جماعة؟ فهمتوا الفكرة عاملة ازاي؟ فهذه الفكرة لو حضراتكم فهمتوها كويس وعشتوا معانيها وطبقتوها في كل حاجة بتحصل في حياتكم، هتعرفوا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. هو ده معناها تحديدا، لا حول ولا قوة إلا، يعني لا شيء في الكون يحصل إلا بالله، فالله هو الفاعل، لا فاعل إلا الله. طب أمال إيه الأسباب دي لما نعطش نشرب ولما نجوع ناكل؟ ما هو أهو في ارتباط بالحاجات أهو. لما أكون عايز أولاد أتجوز، ما دي كلها إيه؟ أسباب. طب ليه إحنا بناخد بالأسباب دي؟ قلنا لأن الله جعل هذه الأسباب أمارة وعلامة، ساين، علشان إذا أردت أن أحصل النتيجة
أروح لهذه الأمارة والعلامة دون أن أعتقد، دون أن أعتقد أن العلامة هي الفاعل. العلامة مجرد علامة، مجرد إشارة. ممكن نبسط المسألة شوية ونقول أنه كثير من الناس بيظنوا أن الارتباط بين الأسباب والمسببات أو العلاقة ما بينهم علاقة توالي. يعني علاقة توالي؟ يعني إذا حصل واحد هيحصل بعديه اثنين. إذا شربت هحس بالري، إذا كلت هحس بالشبع، إذا خدت الدواء هيجيلي الشفاء، إذا لمست النار هتحرق، وهكذا. طيب، علماء المسلمين بقى بيقولوا إن العلاقة مش علاقة توالي وإنما علاقة توازي، يعني الاثنين بيحصلوا مع بعض زي شريط القطر كده. المية لما حضرتك بتشربها الله يخلق عندها الشعور بالري، أو زي ما علماءنا عبروا وقالوا الري يحصل عندها لا بها، الإحراق يحصل عند النار لا بالنار، الشبع يحصل عند الأكل لا بالأكل، الإحراق يحصل عند النار لا بالنار، الولد يحصل عند التقاء الزوج بالزوجة لا بالجماع. طيب إذن إيه عنده؟ لا به. فالفاعل هو الله سبحانه وتعالى. القرآن يؤكد هذه الحقيقة فيقول الله تعالى الله خالق كل شيء. الري ده شيء ولا مش شيء؟ أجيبه أحسنتم. يبقى لما حضرتك الآن تيجي تقول ده اللي عمل في الري المية، يبقى أنت كده بتنسب الخلق وتنسب الفعل وتنسب التأثير لغير الله تعالى. عشان كده العلماء قالوا كده، قالوا إن الري يحصل عنده لا به. الري شيء، الإحراق شيء، الشبع شيء، الخلفة شيء، الشفاء شيء، وعلى هذا فقس سائر الأسباب والمسببات اللي حضرتك بتعيش جواها. هذه الدنيا هي دنيا الأسباب، لكن حضرتك حط كده نظارة النهاردة كده على عينك وشوف الدنيا بمنظار مختلف، إنه لا فاعل إلا الله. طيب إذا كان لا فاعل إلا الله فمعنى ذلك إنك لا تطلب إلا من الله، لا تخاف إلا من الله، لا ترجو إلا الله. إذا كان لا فاعل إلا الله فحضرتك إذا لقيت حد بيحبك يبقى ربنا اللي حبيبه فيك، إذا لقيت حد بيكرهك يبقى ربنا اللي كرهه فيك، إذا لقيت حد غضبان عليك، وهكذا وهكذا وهكذا. يبقى القلب طول الوقت متعلق بالله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه يرى إنه لا فاعل إلا الله. المحبة دي شيء ولا مش شيء؟ شيء. الكراهية شيء ولا مش شيء؟ شيء. الغضب شيء ولا مش شيء؟ شيء. وعلى هذا فقس. فالله خالق كل شيء. عايز تصلح أي شيء اذهب لمالك الأشياء سبحانه وتعالى واطلب منه وحده. طيب إذن من خلال هذه النظرية، نظرية علماء المسلمين الأشاعرة والماتريدية، علماء الكلام المسلمين اللي هم دونوا وحرروا عقائد الصحابة رضي الله عنهم، تحققنا عن طريق هذه النظرية بقوله تعالى الله خالق كل شيء، فهمنا قول الله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وعلى فكرة هي كنز من كنوز الجنة مش في الدنيا بس، مش في الجنة آخرة بس، لا في الدنيا كمان. حضرتك لو عشت بهذه النفسية، نفسية أنه لا فاعل إلا الله، يبقى همك هو الله سبحانه وتعالى، فتعيش فقط، فتعيش في جنة الدنيا قبل أن تعيش في جنة الآخرة. نسأل الله أن يحققنا وإياكم بهذا. طيب كنا وقفنا عند الحكم العقلي، كنا وقفنا عند الحكم العقلي، بس أنا عايز أأكد على حضراتكم مرة أخرى علشان الكلام ده، يعني أنا رغم أني بكرره لكن بيرجع الناس سبحان الله يسألوا فيه تاني، وهو نحن عندما نقول بهذا الكلام، نحن عندما نقول بهذا الكلام
لا نقصد إبطال نظام الأسباب والمسببات، لا نقصد دعوة الناس إلى التواكل، لا نقصد ألا يأخذ الناس بالأسباب، لا نقصد إنك تقعد كده هو ما تشربش وتقول ربنا هيرويني، لا نقصد إنك لما تعيا ما تاخدش الدواء، لا، إحنا بنخاطب قلبك وعقلك، بنقول لك يا أخينا يا أخينا خذ بالأسباب. ليه هاخد بالأسباب يا شيخ؟ لأن الله أمرك بالأخذ بالأسباب، إذا لم تأخذ بالأسباب فأنت مقصر، فأنت مقصر. طيب لما أخذ بالأسباب ماذا أفعل؟ لما أخذ بالأسباب سأنظر لهذه الأسباب على أنها ليست فاعلة، وإنما الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. أرجو أن يكون الكلام واضحا. يمكن مما يدل على هذه القضية ويؤكدها مسألة مهمة أوي، يمكن حضراتكم قرأتوا هذا الحديث ويمكن بعضكم ما فهمهوش إذا قرأه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة في يوم من الأيام: سووا صفوفكم، هو واقف إمام صلى الله عليه وسلم في الصلاة، سووا صفوفكم فإنني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. طب إزاي النبي كان مديهم ظهره صلى الله عليه وسلم؟ ما احنا قلنا بقى لحضرتك لو انت فهمت موضوع الحكم العادي ده هتعرف انه العين والرؤية مفيش بينهم تلازم، الله يخلق الرؤية فيما شاء سبحانه وتعالى، ممكن يخلق الرؤية في عينك، ممكن يخلق الرؤية في صباعك، ممكن يخلق الرؤية في ظهرك، ممكن يخلق الرؤية في جنبك، يعني زي كما يشاء سبحانه وتعالى. فالعين مفيهاش خاصية الرؤية، وإنما يخلق الله سبحانه وتعالى فيها الرؤية. فلذلك صح إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: إنني أراكم من خلفي، لي خلق الله سبحانه وتعالى الرؤية في ظهره، فصار يرى صلى الله عليه وسلم من خلفه كما يرى من أمامه. وعلى هذا فقس السمع، الإحساس، الكلام. الكلام مثلا لما حضراتكم كده تقرأوا إنه من معجزات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلام الحصى، هتقول لي إيه ده؟ هو الحصى إزاي يتكلم؟ هو عنده أحبال صوتية؟ هو في لسان؟ هو عنده حنك علشان اللسان يتضبط مع الحنك بطرق معينة فتخرج الحروف من مخارجها؟ يقول لك لا ما فيهوش، بس هو مين قال لك إن الحنك ولا الأحبال الصوتية هي اللي بتتكلم؟ الله عز وجل يخلق عندها الكلام إذا شاء، بدليل إن في ناس كتير قوي يبقى عندهم الحاجات ديات برضه بيتكلموش، اللي هم الناس الإيه الصم والبكم دول، بيبقى كتير قوي الآلة موجودة لكن ما بيشوفش. وكتير من الناس العمي يا أخوانا الآلة موجودة اللي هم الولد أعمى لكن ما بيشوفش، وهكذا. طيب الحكم العقلي، الإمام أبو عبد الله السنوسي عليه رحمة الله تعالى: وأما الحكم العقلي فهو إثبات أمر أو نفيه من غير توقف على تكرار ولا وضع واضع. يعني أنت بتثبت أمر لأمر، لكن هذا الأمر لما تيجي تنظر فيه هتلاقيك أثبتته أو نفيته من غير عملية تجريبية. زي مثلا ما تقول الواحد نصف الاثنين، زي ما تقول الجزء أصغر من الكل، زي ما تقول النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، زي ما تقول الموبايل هو الموبايل، الموبايل مش التلاجة مثلا، زي ما تقول الموبايل ليس التلاجة، زي ما تقول النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، زي ما تقول الترجيح بلا مرجح باطل، زي ما تقول الدور باطل، زي ما تقول التسلسل في الممكنات إلى ما لا نهاية باطل. دي كلها أحكام إيه؟ أحكام عقلية. زي ما تقول شريك الباري سبحانه وتعالى مستحيل عقلا، زي ما تقول خالق الكون واحد. دي كلها أحكام إيه؟ أحكام عقلية. هذه الأحكام العقلية لا تتوقف على تكرار ولا وضع واضع. طيب قال: وأقسامه ثلاثة. الحكم العقلي هذا أقسامه ثلاثة، لأنك وانت بتثبت أمر الأمر أو بتنفي أمر عن أمر
إما أن يكون الحاجة دي اللي أنت بتثبتها ثابتة لا تقبل الانتفاء، أو تكون منفية لا تقبل الثبوت، أو تكون هي في نفسها قابلة للوجود والعدم. يعني إيه الكلام ده؟ خلونا نقرأ كلام الشيخ ونشوف. قال: وأقسامه ثلاثة: الواجب والاستحالة والجواز. فالواجب يعني الواجب العقلي ما لا يتصور في العقل عدمه، ما لا يتصور في العقل عدمه. يعني الواجب إيه؟ واجب الوجود، يعني ما لا يتصور في العقل عدمه، يعني ما ينفعش يكون بخلاف ما هو عليه. إما ضرورة وإما نظرا. إيه الضروري وإيه النظر يا أخوانا؟ اكتبوا عندكم هذه التعريفات وإحنا قلناها قبل كده. فضل يا فندم. يا حضرتك قلت لنا أن العلوم الضرورية دي إن هي كأن الإنسان يعني دلالتها مغروسة فيه فطريا أو ابتداء، يعني ومعانيها موجودة فيه ومدركها بطبيعته كده فطريا. طيب. وهي طيب. هي زي العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات وجواز الجائزات، واللي هي القوانين الثلاثة للفكر. طيب، ده كلام لطيف جدا. ما هو العلم النظري؟ بالنسبة يا دكتور العلم النظري اللي هو عبارة عن العلم الاكتسابي اللي إن الإنسان بيكتسبه، وطبعا بفضل الله سبحانه وتعالى، بس إن الواحد يسعى ويتعلم إن هو يستفيد. طيب، ده كلام عظيم جدا، أحسن الله إليكما. إذا العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر واكتساب، يعني هو الواحد بيتولد به، ربنا وضعه فينا بيلت إن. العلم النظري هو الذي يحتاج إلى نظر واكتساب، والذي يحتاج إلى نظر واكتساب. يعني أنت ما تتولدش وأنت عارف مثلا إزاي نزرع الأرض وإزاي نقلعها، دي محتاجة حاجة تروح تتعلم إزاي تزرع وتقلع. إذا العلوم اللي احنا متعلمها كلها، علم الطب والهندسة والصيدلة والعقيدة وكل دي حاجات تحتاج إلى اكتساب. طيب، كويس قوي. الشيخ هنا بقى بيقول إيه؟ بيقول إنه الواجب قد يكون ضروري وقد يكون نظري. يعني إيه ضروري ونظري؟ يعني أنت حضرتك في حاجات هتدرك وجوبها ضرورة من غير ما حد يقول لك، وفي حاجات ستدرك أنه لا يتصور أن تكون بخلاف ما هو عليه، يعني منفعش تبقى غير كده، لكن بعد شوية تفكير وتأمل أو بعد تعلم. واضح الفرق بين الاثنين؟ قال: إما ضرورة. أنا نفسي حضراتكم وأنا بقرأ تمشوا معايا في المتن، هنحط لكم الكراسة. الكراسة يا أخوانا فيها المتن وفيها تمرينات وفيها خرائط ذهنية. هتلاقوا حضراتكم المستوى الأول متن المقدمات، بعدين مباشرة هتلاقوا حوالي 100 سؤال في المتن والشرح اللي احنا قلناه، وهتلاقوا حضراتكم خرائط ذهنية، وهتلاقوا آخر الكراسة مصطلحات مهمة هتلاقوها متكررة معانا. الكراسة دي حضراتكم أنا أنصحكم إنكم تاخدوها وتطبعوها وتذاكروا منها. نرجع لكلام الشيخ. قال: فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، إما ضرورة كالتحيز للجرم مثلا. إيه التحيز للجرم ده يا أخوانا؟ يعني الجرم ينبغي أن يشغل حيز من الفراغ، الجسم ده قانون معروف أنه الجسم يشغل حيز من الفراغ، سواء كان الجسم ده إنسان أو غير إنسان، دي حاجة معروفة، بدليل أنك حضرتك لما بتخش في أي مكان ما بتقدرش تقعد غير في المكان الفاضي. ليه؟ لأن حضرتك مغروس فيك انك ده واجب، ده حكم عقلي واجب انه الجسم ينبغي انه يشغل حيز من الفراغ. فمن لما تلاقي حد قاعد على كرسي ما بتروحش تقعد على رجله وبعدين تقول له ايه ده انا ما خدتش بالي، لا، انت واخد بالك من نفسك، وضع الله فيك هذا الامر الواجب العقلي. كويس قوي. قال: واما نظرا، يعني واجب لكن يحصل هذا الوجوب بعد نظر واستدلال، بعد تعلم وتعليم.
وإما نظرا كوجوب القدم لمولانا عز وجل. ما هو القدم؟ القدم صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، من صفات السلبية، هندرسها بعد ذلك إن شاء الله. معناها عدم افتتاح الوجود. يعني عدم افتتاح الوجود، يعني أولية الله سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى ليس قبله شيء. يعني إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى ليس له تاريخ ميلاد. ده معنى القدم. يبقى وإما نظرا كوجوب القدم لمولانا عز وجل. حضرتك لما تيجي كده تعرف معنى الألوهية، وإن هذا الكون لابد له من خالق، بعد نظر واستدلال هتدرك إنه لابد أن يكون هذا الخالق قديم. ليه قديم؟ لأنه لو حادث لابد له من محدث. لو كان حادثا، لو كان في نقطة بداية عندها وجد ربنا سبحانه وتعالى، هتسأل نفسك كيف وجد ومن أوجده، فتبقى حضرتك محتاج تبحث عن إله الإله. إذن إيه؟ النظر العقلي دل على أنه يجب أن يتصف الله سبحانه وتعالى بصفة القدم. هذا الوجوب العقلي أكده القرآن عندما قال الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر. نفس الكلام هنقوله في وجوب اتصاف الله سبحانه وتعالى بالبقاء. البقاء عكس القدم. إذا كان الله عز وجل لا افتتاح لوجوده لا بداية فلا نهاية لوجوده أيضا، عدم الآخرية، فهو الآخر سبحانه وتعالى. أيضا كل هذه الصفات يثبتها العقل وجوبا. يعني حضرتك ما تقدرش تتصور في عقلك إله ليس قديما، ما يبقاش إله، ما يبقاش إله، أو إله يفنى ما يبقاش إله، أو إله عاجز مش قدير ما يبقاش إله، وهكذا وهكذا. إذن الواجب العقلي هو ما لا يتصور في العقل عدمه، أو ممكن نعرفه تعريف تاني، هو الثابت، الثابت الذي لا يقبل الانتفاء، الثابت الذي لا يقبل الانتفاء لذاته. طيب ده القسم الأول من أقسام الحكم العقلي، الواجب الضروري والنظري. القسم الثاني المستحيل، وهو ما لا يتصور في العقل وجوده. هذا مستحيل عقلا. يعني مستحيل يعني لا يوجد، يعني منفي، يعني معدوم، لا يمكن أن يوجد، لا يمكن أن يوجد. زي إيه؟ برضو قال لك إما ضروري وإما نظري. في حاجات مستحيلة العقل يدركها بنفسه، وضعها الله فيه، وفي حاجات العقل يدرك استحالتها بعد تأمل ونظر وتعلم وتعليم. قال إما ضرورة، قال كتعري الجرم عن الحركة والسكون. يعني إيه الجرم بقى؟ هو الجسم. طيب ليه قال كتعري الجرم عن الحركة والسكون؟ يعني إيه العبارة دي؟ مين يشرحها لي؟ يعني إيه تعري الجرم عن الحركة والسكون؟ مين يشرح؟ النوعين كاجتماع الصفتين في آن واحد، ما يكون أما متحرك لازم يكون أو ساكن، ما يكون بنفس الوقت يعني متحرك وساكن. أحسنت. يعني عندنا جسم لا هو ساكن ولا هو متحرك، أمال هو إيه إن شاء الله؟ ينفع في حاجة تبقى لا متحركة ولا ساكنة؟ في بينهم أصلا واسطة؟ في احتمال ثالث؟ لا ما فيش احتمال ثالث. يبقى إذن كون إن حضرتك تقول لي جسم، خد بالك معايا بقى، ده حكم اهو، هأثبت أمر الأمر، الجسم لا ساكن ولا متحرك، أقول لك ده مستحيل عقلا. ده مستحيل إيه؟ عقلا. الجسم لا ساكن ولا متحرك، ده مستحيل عقلي، لأن الجسم لازم يا إما ساكن يا إما متحرك. طب كويس أوي، فدي حاجة ضرورية يدركها كل إنسان. وإما نظرا، قلنا بقى نظرا يعني إيه؟ مين يقول نظرا يعني إيه؟ اكتسابا، استدلالا، استدلالا. وإما نظرا كالشريك لمولانا عز وجل.
يعني وجود إله مع الله سبحانه وتعالى هذا مستحيل عقلا. لكن الواحد فينا بيعرف التوحيد أو بيعرف أن الله ينبغي ويجب عقلا أن يكون واحدا ويعرف أن يستحيل أن يكون مع الله شريك بعد تأمل ونظر واستدلال. إنه مستحيل عقلا مش ديانة. يعني قبل الدين لو ما فيش أديان خالص العقل السليم يصل لوحده لهذه الحقائق. يا إخواننا إحنا كنا عطونا حضركم قبل كده قصة حياة ابن يقظان. وإما نظرا كالشريك لمولانا عز وجل. يبقى إذا في زي ما حضركم قرأتم معنا في قصة حياة ابن يقظان أدرك الولد الصغير وجود الله سبحانه وتعالى رغم وجوده على جزيرة. وهذه الحقيقة قررها علماء العقائد. فلا علماء العقيدة بيقولوا أن العقل بمفرده يعني حتى لو ما جلوش نبي إذا ترك من غير مؤثرات من غير مشوشات والمشوشات والمؤثرات إحنا خدناها في المحاضرة رقم 3 أو 4 أو 2 إن المعلومات نبني بعضها على بعض. عشان كده بقول لحضراتكم اللي بيغيب اللي بيفوت التكليف هبص زي في جزء عنده في البناء مش كامل والتصورات مش واضحة. طيب فهم علماء العقائد بيقولوا إيه؟ إن الإنسان إذا وجد أو إذا يعني خلق ولم تحدث له مؤثرات سيهتدي بنفسه حتى وإن لم يبعث له نبي سيهتدي بنفسه إلى وجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته. إن الله موجود وواحد اثنين دول أن الله موجود وواحد. ليه؟ لأن الإنسان عقله السليم سيدله على ذلك لكن بعد نظر واستدلال بعد تفكر. يبقى إذن وجود الشريك لله سبحانه وتعالى مستحيل عقلا. وحدانية الله واجبة عقلا. لكن وجود الله سبحانه وتعالى ده إيه؟ واجب نظري. استحالة الشريك مستحيل نظري. يعني إيه؟ يعني يحصل كل واحد منهم يحصل بعد تفكر واستدلال. طيب الجائز اللي هو القسم الثالث قال ما يصح في العقل وجوده وعدمه. يبقى عقل يقول انه ينفع يكون موجود او مش موجود. ده حكمه. طيب كالحركة لنا. الحركة لوحدها دي الحركة انا لما بتحرك أو بكتب دلوقتي على الشات خلاص هل واجب عقلا إني أكتب فأظل أكتب 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 ما يتصورش مني حاجة تانية ولا يتصور مني إني أكتب أو أبطل كتابة؟ إذن يتصور إني أبطل كتابة أو أبطل حركة. فإذن الحركة جائزة عقلا. عدم الحركة اللي هو السكون جائز عقلا. ليه؟ لأن العقل يتصور إنه الشيء دوت يحكم عليه بالشيء وغيره الوجود والعدم. الشيء يقبل في ذاته الوجود والعدم كالحركة لنا. وإما نظرا العقل يجيز هذا نظرا كتعذيب المطيع وإثابة العاصي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يتيجي حد تسأل كده سؤال هل يجوز عقلا أن يعذب الله المطيع ويثيب العاصي؟ يقول لك من حيث العقل يجوز. خد بالك احنا نقول عقلا مش شرعا. احنا خدنا بقى الحكم الشرعي عقلا مش شرعا. يعني هل هيحصل حاجة هل يتصور إنه إثابة العاصي هل يتصور إنه يترتب عليها اجتماع نقيضين؟ إذا كان مش هيترتب عليها اجتماع نقيضين أو على وجودها اجتماع نقيضين تبقى جائزة. يبقى إذن إثابة العاصي ممكن عقل إن ربنا يعذب المطيع ويثيب العاصي. ده من حيث العقل المجرد. لكن الشرع جاء لنا الحمد لله أن الله لم يفعل ذلك. الله لم يفعل ذلك ليه؟ لأنه حكيم سبحانه وتعالى.
يبقى إذن الجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه. طيب أنا أسأل بقى حضراتكم، هديكم أمثلة وحضراتكم تقولوا لي ده واجب ولا مستحيل ولا جائز. يلا مستعدين؟ زي ما عملنا في الحكم العادي، وبالمثال يتضح المقال. طيب يلا قولوا لي حضراتكم ما هو الحكم العقلي فيما يلي. وجود حضراتكم الآن في جزر هاواي جائز عقلا، يجوز عقلا، وليس كل ما يجوز عقلا واقع فعلا. يا أخوانا الناس اللي قالوا مستحيل، مستحيل إن شاء الله، هو منفي لا يقبل الثبوت. ما هو المستحيل؟ الناس اللي قالوا مستحيل، يرجع لتعريف المستحيل. المستحيل هو المنفي الذي لا يقبل الثبوت لذاته، لذاته بغض النظر عن الواقع. يعني انت بتنظر للشيء في حد ذاته، ملكش دعوة بواقعه، واقعه ده مسألة أخرى، واقعه ده مسألة أخرى ما بنتكلمش فيها. عشان كده حنقول لحضراتكم ليس كل جائز عقلا واقع فعلا. يعني مثلا سؤال كمان، وجود إنسان بأربع أجنحة، إيه الحكم العقلي لهذا؟ جائز عقلا، جائز عقلا لذاته جائز. طيب هل هو واقع؟ يبقى إذن هو جائز عقلا، وجود إنسان بأربع أجنحة جائز عقلا، أما من حيث الواقع فليس واقعا فعلا. يبقى حضراتكم بقى تحفظوا القاعدة دي، ليس كل جائز عقلا واقع فعلا. احنا هنا بنحاول نعلمك، الاستاذ اللي بتقول انا اتلخبط، احنا بنحاول نعلم حضرتك تفرقي بين الحكم المجرد والاحكام الحسيه. عايزين نخرج بره الحواس، عايزين نخرج بره العالم الحسي اللي احنا عايشين فيه، بحيث نثبت فقط ما اثبتته الحواس. يبقى اذا وجود انسان باربع اجنحه ده من حيث العقل المجرد يجوز، لا يترتب عليه، لا يترتب عليه مستحيل، فهو جائز، يتصور وجوده، ولو يتصور وجوده. ازاي في معنى قضيني يا استاذه مروه؟ قولي لي يلا اشرحي لي كده. يعني شيخة قولي من وجودي حالا والان في مكان كل امكانيه وجودي عدم وجودي فيه. يعني أنا كده ممكن أكون موجودة وممكن أكون مش موجودة في نفس المكان اللي أنا قاعد إن أنا فيه الآن. هو أنا قلت الآن؟ ما حضرتك تقول إحنا دلوقتي في هواي. أنا قلت وجود، هل يجوز أو هل وجود حضراتكم الآن في جزر هواي ما حكمه؟ يعني أنا إذا جاي حد دلوقتي قال لي مثلا أستاذة مروة أنا ما أعرفش حضرتك عايشة فين، لكن قال لي أستاذة مروة عايشة في جزر هواي مثلا، يعني مش هقدر أقول له مستحيل. ليه؟ لانه ممكن، صح ولا لا؟ ايوه بهذا الاطلاق. صحيح. ما هو ده اللي انا اقصده، ده اللي انا اقصده. تمام. هل وجود حضرتك في جزر هاواي او في المانيا دلوقتي او في جنوب افريقيا مستحيل ولا من حيث هو في ذاته جائز، بغض النظر حضرتك فين، بغض النظر عن الواقع، من حيث هو؟ نحن ننظر للشيء يا اخواننا تاني، نحن ننظر في الحكم العقلي للشيء من حيث هو، من حيث هو في ذاته بغض النظر عن الواقع، من حيث هو في ذاته. طيب بالمثال هيتضح المقال، خلينا مستمرين في الأمثلة وهتتضح مع الوقت. طيب لما أقول لحضراتكم من حيث هو في ذاته برضو، الحياة بعد الموت، يلا الحياة بعد الموت من حيث هي في ذاتها برضو، الحياة بعد الموت. طب ما هو بس الشرع قال لنا ان في حياة بعد الموت، نعمل ايه؟ ازاي نوفق؟ الحياة بعد الموت جائز عقلا، كلامكم صحيح، ممكن عقلا، صحيح حياة بعد الموت ممكن عقلا، بس الشرع قال لنا في حياة بعد الموت، فنعمل ايه بقى؟ هل ده هيغير؟ لا مش هيغير حاجة. هي في ذاتها ايه؟ هي في ذاتها ممكنة عقلا، والإمكان العقلي يا أخوانا، أيوة أحسنتي، شوفوا بقى التعبير الجميل ده جبتيه منين يا أستاذة مها ده؟
جبتيه منين التعريف ده؟ سمعتيه قبل كده ولا انت استنتجتيه؟ ايوه كده. شوفوا بقى، انا بنشغل مخنا بندرك الحاجات اللي العلماء قالوها لوحدنا ازاي. اهو التعبير ده، ده تعبير العلماء بالظبط. هو جائز عقلا واجب شرعا. يا سلام يا سلام. يبقى دلوقتي انا لو واحد، لو واحد ما يعرفش لا نبوة ولا ألوهية ولا سمع عن الإسلام ولا عن المسيحية ولا عن النصرانية ولا عن حاجة خالص، تمام؟ الشخص دوت لو قاعد يفكر كده في الحياة بعد الموت، هل هيقول عليها مستحيلة ولا هي في ذاتها، في ذاتها ممكنة؟ لا، ممكن، ممكن. ليه ممكنة؟ لأنه لا يترتب على وجودها اجتماع نقيضي، لا يترتب على وجودها اجتماع نقيضي. طيب خلينا نستمر في الأمثلة، خلينا نستمر في الأمثلة. محمد، أو بلاش محمد، خلينا نقول مثلا إيه، هلال، عشان هلال اللي هيجاوب على السؤال ده. هلال خلق نفسه، ملناش دعوة بالواقع، أنا عارف يا هلال وحضراتكم كلكم عارفين إنه الذي خلقنا جميعا هو الله، ما بتكلمش على دي خالص، أنا بتكلم على الفكرة من حيث هي بغض النظر عن معرفتنا وعن الواقع. ليه مستحيل عقل؟ لأنه يترتب، ممكن بقى نقولها كده هلال بقى لو عايز تعبر تعبير كويس، تقول إيه؟ لأنه يترتب على ذلك اجتماع نقيضين. إزاي بقى؟ لما نيجي نفصصها إزاي هيترتب عليها اجتماع نقيضين؟ يعني أنا وأنا مش موجود كنت موجود وخلقت نفسي، تنفع تمشي دي؟ تمشي؟ ما تمشيش. يبقى إذن هنسميها إيه؟ دي بقى اللي العلماء بيسموها الدور. سموها الايه؟ الدور. يعني ايه الدور؟ يعني توقف الشيء في وجوده على نفسه. اكتبوا عند حضراتكم كده تعريف الدور، اللي هو واحد من المستحيلات العقلية. الدور من المستحيلات العقلية. ما هو الدور؟ هو توقف الشيء في وجوده على نفسه، توقف الشيء في وجوده على نفسه، ده اسمه الدور. عارفين الدور ده شبه ايه بالظبط يا اخوانا؟ شبه بالظبط لما اجيب مشترك، لما اجيب ايه مشترك واحط الفيشه بتاعه المشترك، المفروض احطها فين يا هلال؟ فيشه المشترك المفروض احطها فين؟ طيب استاذه مها، ايه رايك لو حطيت الفيشه في المشترك نفسه مش في الكورس، ايه اللي هيحصل؟ توقعي يكون في كهرباء؟ ابدا، مستحيل عقلا. يبقى حضرتك دلوقتي لو فتحت اليوتيوب، ان في فيديوهات كده خلاص، واحد ظريف لطيف يقول لك ده انا استطعت ان اولد الكهرباء من المشترك، يروح جايب لك الفيشه بتاعه المشترك وحاططها في نفسه، وفي لمبه جنب المشترك لقيت ليها ادت. انت حضرتك من غير ما تشوف الفيديو اصلا ومن غير ما تركز معاه تقول ده باطل. ليه؟ لانه مستحيل توقف الشيء في وجوده على نفسه وانت مغمض، وانت مغمض. ده اسمه الايه؟ الدور. ما هو الدور؟ مين تاني يعرف الدور يا جماعه؟ الدور واحد من المستحيلات العقليه. الدور هو توقف الشيء في وجوده على نفسه. كويس قوي. في آية قرآنية بتتكلم عن استحالة الدور، الله عز وجل يقول إيه؟ يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لاحظتوا أم هم الخالقون دي؟ ها؟ أم هم الخالقون. شوفوا بقى ربنا هنا بيشير لهذا القانون، إنه وخد بالك لأنه مستحيل عقلا واضح جدا في الذهن. ربنا ما جاوبش، يعني ربنا سأل السؤال وما جاوبش. ليه؟ لأنها واضحة، الإجابة واضحة مش محتاجة إجابة، ما ينفعوش يكون الخالقون، بديهية. طيب من المستحيلات العقلية أيضا يا جماعة الترجيح بلا مرجح، الترجيح بلا مرجح. يعني هقول لحضرتك دلوقتي إيه، هقول لحضرتك دلوقتي إيه، النور آد من نفسه، إيه حكم ده؟ واجب ولا جائز ولا مستحيل؟ مستحيل. طيب لما أقول لحضرتك العربية مشيت لوحدها، مستحيل، مستحيل. إلا إذا طبعا كان في ريموت كنترول بقى، ما هو أنت هتيجي تقول لي ما هو في ريموت كنترول بتحكم بالعربية عن بعد، دي حاجة تانية، ما هو في سبب أهو، في رجحان أهو حصل. لكن هي في ذاتها، هي في ذاتها مستحيل طبعا. يبقى الرجحان بلا مرجح. طيب زي ما يكون عندي ميزان
زي ما يكون عندي ميزان وإيه وكفة طبت من غير سبب، وده رجحان بلا مرجح مستحيل. طيب حضرتك قاعد كده وبعدين كنت قبل ما تخرج من البيت مثلا حطيت ازازه الميه على المكتب، جيت لقيتها على الارض، ايه اللي بيحصل؟ بتسال نفسك مين اللي حركها ولا ده عادي لانه جائز؟ ها جائز، جائز ولا مستحيل؟ مستحيل، لانه ركحان بلا مرجح، بدليل انك اول ما تدخل تقول مين اللي حط ازازه الميه على الارض، لان لازم في سبب، لازم في ايه؟ لازم في سبب. طيب هجاوبك يا استاذ خضر، احنا موضوع الاحتراق الذاتي يا فندم ادناهولكم على اساس ان احنا نعرف انه الحرق قد يكون بالنار او بغير النار، ما هو في سبب حصل. شوفي الاستاذة ايناس ادركتها ازاي، احنا دينا لكم الفيديو ده علشان نقول لكم انه مفيش تلازم بين الاحراق والنار. فالاحتراق الذاتي احتراق بلا نار، هل احنا بننكر وجود سبب؟ في سبب، بس هو مش النار، ده اللي يهمني انه مش النار. فهذا يدل على ان العلاقه بين الاحراق والنار علاقه عاديه وليست عقليه. واضح كده؟ يعني في سبب لكنه مش النار. ممكن يكون مش معلوم؟ طبعا طبعا طبعا، واحنا عرفنا كل حاجه؟ طبعا. ممكن يكون في سبب ثاني مش معلوم، لكن في سبب. لو من غير سبب ده مستحيل عقلا. يعني لو حضرتك جيتي قلت لي ده فلان احترق بلا سبب، ده مستحيل عقلا، لازم في سبب قد نعلمه وقد لا نعلمه. واضح ازاي؟ واضح ازاي؟ يعني مثلا دلوقتي لما اقول فلان مات، مات بايه؟ والله مش عارفين. هل عدم العلم يعني انه مات بلا سبب؟ لا، اكيد في سبب، لكن احنا مش عارفين السبب. فهو اكيد في سبب، العقل يقول ذلك. وجود السبب ده حاجه واجبه. ما هو كده ممكن نور يتنور من غير ما انا عارفه السبب، بس يبقى في سبب. يعني انا مش شايفه حد نور النور، بس ممكن يبقى في سبب للنور ده تنور. طب خلاص اذا كان في سبب، ما هو انا عشان كده بقول لك يا فندم، مثال ايه؟ النور، اضاءه النور من نفسه بلا سبب، ده ايه؟ مستحيل. خلاص كده ده مستحيل. فالواجب هو ايه اللي هو عكس المستحيل بقى؟ انه يكون في سبب. فان النور يقيد بسبب ده واجب عقلا، ان النور يقيد من نفسه ده مستحيل عقلا. واضح كده؟ لا، هي دي النقطه ملخصين بالظبط. يعني احنا قلنا ان الترجيح بلا مرجح دي من المستحيلات العقليه، تمام؟ طيب ما هو انا ممكن يبقى الحاجه اللي انا برجحها من غير مرجح دي يكون ليها سبب غير معلوم بالنسبه لي، هي بالتالي اصبحت ممكنه. يا فندم السبب سواء كنت اللي اعرفه او اللي ما اعرفوش هو ده المرجح، السبب هو المرجح. هل في سبب ولا مفيش؟ ما هو انا في انا عندي ممكن في الاسباب. ماشي يا فندم، ما هو انا عقلي بقى بيقول ايه؟ ما هو انا حتى لو ما عرفتش عقلي بيقول ايه؟ لابد ان يكون هناك سبب. ليه؟ لانه ما ينفعش يكون في حاجه من غير سبب، ده واجب عقلا، والا يحصل رجحان بلا مرجح، وهذا من المستحيلات العقليه. الرجحان بلا مرجح ده من المستحيلات العقليه. طيب تاني يا جماعه، نستمر في الامثله بتاعتنا، نستمر في الامثله بتاعتنا. نقول ولد او انسان بلا اب ولا ام، ولد بلا اب ام عقلا، ماليش دعوه بالواقع، عقلا 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 بلا اب ولا ام جائز عقلا. ما هو ادم ده ايه؟ مش انسان بلا اب ولا ام؟ امتى بقى يكون مستحيل؟ الناس قالوا مستحيل، امتى يكون مستحيل؟ اذا قلت انه مفيش سبب، لكن في سبب وهو خلق الله له. واضح؟ فهو وجود آدم في حد ذاته جائز عقلا، وجود آدم في حد ذاته جائز عقلا. طيب يبقى طالما هو جائز عقلا فلا بد أن يكون كفة وجوده رجحت على كفة عدمه. يعني أنا عندي كده ميزان، ميزان كفة مكتوب عليها الوجود وكفة مكتوب عليها العدم.
طيب عشان كفة منهم ترجح لازم سبب، فكيف ترجحت كفة وجود آدم على عدمه بسبب؟ مش شرط السبب ده يكون أب وأم، يبقى وجوده بلا أب ولا أم إيه؟ جائز مش واجب. خدوا بقى القاعدة دي قبل ما ننتقل من النقطة دي علشان ندخل في أفعال العبادة. خدوا بقى القاعدة دي عشان حضراتكم تتريها على الآخر. كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور السمعية، الأمور السمعية زي إيه؟ زي البعث، زي الحساب، زي الجزاء، زي الجنة، زي النار، زي الصراط، زي الميزان، زي الحوض، زي الدجاش، زي المهدي، زي المسيح، إن المسيح يرجع في آخر الزمان، زي كل الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيسموها السمعيات، يعني التي لولا إخباره صلى الله عليه وسلم ما علمها، ودي كلها داخلة أو هي من قسم الممكن العقلي. يعني إيه؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إنه الذي جعلنا نحن المسلمين نصدق بوجود البعث، أو نصدق بوجود عذاب القبر ونعيمه، أو نصدق بوجود شخص عجيب غريب هيظهر في آخر الزمان اسمه المسيح الدجال، أو نصدق بوجود حاجة اسمها الصراط والميزان وكذا وكذا، الذي جعلنا نصدق بذلك أنها في ذاتها، في ذاتها ممكنة عقلا، يعني لا أستطيع أني أنفيها في ذاتها، هي تقبل في ذاتها الوجود. يعني لو فرضت وجودها مش هترتب على هذا الوجود استحالة عقلية. يبقى أنا كده عندي مثلا لما أقول الحياة بعد الموت ممكنة عقلا، يعني يمكن عقلا، يعني عندي كفتين متساويتين تماما. لو أنا معرفش الأديان عندي كفتين متساويتين تماما، كفة اسمها وجود حياة بعد الموت وكفة اسمها عدم وجود حياة بعد الموت، الكفتين عندي في عقلي متساويتين تماما. لا في حاجة بتقول لي يجب أن تكون هناك حياة بعد الموت، لا مش واجب، مش واجب يكون في حياة بعد الموت، مش واجب عقلا، مش واجب عقلا. ولا في حاجة بتقول لي يستحيل أن تكون هناك حياة بعد الموت، الكفتين إيه؟ متساويتين تماما. لو أنا ما عنديش أي دين خالص، أنا من بعيد دين، تفكير عقلي مجرد، وجود حياة بعد الموت أنا لا أستطيع أني أثبته ولا أنفيه، لكن هو في ذاته إيه؟ ممكن وممكن. طيب إيه اللي خلانا إحنا كمسلمين بقى نقول في حياة بعد الموت ونؤكد على وجود حياة بعد الموت؟ إن إحنا عندنا في كفة منهم حطينا عليها حاجة فرجحت، يبقى كفة الإمكان وضعنا عليها الإيه؟ الخبر الصادق. يبقى أنا عندي كفتين متساويتين، كفة اسمها الوجود وكفة اسمها العدم، في كفة منهم رجحت، رجحت بإيه؟ بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بوجود حياة بعد الموت. يبقى لما يجي لك حد يقول لك والله انتوا كمسلمين بتؤمنوا بوجود خرافات ما تدخلش العقل، تقول له زي ايه يا استاذ؟ يقول لك زي الجن والحسد، وتلاقيه بيتكلم بايه؟ بقرف كده، والسحر والحاجات دي. الحاجات دي يا اخوانا في ذاتها تدخل في اي قسم من الاقسام الثلاثه، في ذاتها بغض النظر عن الأديان. يلا، وجود مخلوقات عجيبة غريبة ما نشوفهاش اسمها الجن، دي في ذاتها ايه؟ جائزة عقلا. يبقى حضرتك لما يجي لك واحد يعمل عليك بقى كده مثقف ويقول لك الكلام دوت او يسمعك كلمتين دول، تقول له هو العقل يقدر ينفيهم؟ يقول لك اه ما احنا ما شفناهمش. تقول له ايه بقى؟ عايز حد من حضراتكم درس معايا نظرية المعرفة أو محاضرة نظرية المعرفة يقول لي بقى، نرد نقول إيه؟ نقول لك آه ما إحنا ما شفناهمش، إزاي تثبتوهم؟ إحنا كنا أخذنا مصادر العلم وقلنا إن هي الحواس والخبر الصادق والعقل الصحيح، فهي الكائنات دي لا تثبتها الحواس
ولكن يمكن يثبتها العقل الصحيح، يعني من خلال العقل يمكن تصورها، وبالتالي ما نقدرش ننفيها بشكل قاطع عقلا، وبالتالي فهي جائزة بدون عن طريق الخبر الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر به. ممتاز جدا. يبقى هنقول لاخينا دوت، حضرتك اعتبرت انه ما لا تدركه الحواس غير موجود، فانت اعتمدت على مصدر واحد من مصادر المعرفة وهو الحواس، لكن في عندنا مصدر تاني اسمه العقل. العقل بيقول ايه في قضية زي دي؟ بيقول ان وجود مخلوقات عجيبة غريبة لها افعال عجيبة غريبة اسمها الجن او الملائكة، ده من حيث العقل المجرد وجودها جائز عقلا، لا هو واجب ولا هو مستحيل، لا هو واجب ولا مستحيل، ده لما نيجي ايه من حيث العقل. طيب لما نضيف بقى على جواز العقل دوت او الامكان العقلي الاخبار من الصادق، يبقى هيحصل ايه؟ كفة الوجود ترجح. واضح؟ فاحنا يا اخواننا لما يجي حد يقول لكم والله انتوا كمسلمين بتؤمنوا بخرافات، كلموا بالعقل، قول له هل هي في ذاتها عقلا مش ممكنه مستحيله؟ وعلى اي اساس انت بتقول مش ممكنه او مستحيله؟ هتلاقيه دايما الناس اللي بيتكلموا كده بيحكموا العاده، بيحكموا الايه؟ العاده، او بيستدل بمصدر معرفي واحد هو المصدر الحسي او التجريبي. فهمتوا المفصل بيجي ازاي او الانكار بيجي منين؟ الانكار يا اخوانا دايما العقائد الصحيحه بيجي منين؟ بيجي من اما تحكيم العاده او عدم التفريق بين الحكم العادي والعقلي. فالحاجه اللي هو مش فاهمها يقول لك لا دي مش عقلانيه، يقول لا هي مش عاديه، مش عقلانيه. طيب أتمنى أن يكون الأمر إن شاء الله واضح. أنا طولت جدا في مسألة الحكم العادي والعقلي لأنه هيترتب عليه أمور كثيرة بعد ذلك. إذا تفهموا كويس أولا ده هتلاقوه بيضبط لكم تفكيركم، بيرتب لكم أفكاركم. ثانيا حضراتكم تعرفوا إنه ما نؤمن به نحن المسلمين من عقائد مش خرافات. بمناسبة الخرافات دي هسألكم سؤال. هقول لك، ركز معايا يا هلال، انت حضرتك بتؤمن بوجود الجن، لماذا نؤمن بوجود الجن او الجنة والنار او عذاب القبر؟ لماذا نؤمن بهذا؟ خبر صادق بس؟ لا، احنا قلنا عشان حاجتين يا هلال، اولا لانه في ذاته من الممكنات العقلية، ثانيا لانه رجحت كفة وجوده على عدمه باخبار الصادق. أولا هو في ذاته جائز عقلا، تمام؟ ثم بعد ذلك رجح إثباته على عدم إثباته بماذا؟ بالإخبار من الصادق صلى الله عليه وسلم. طيب أنت شفت هاري بوتر هنا؟ شفت سلسلة هاري بوتر؟ سلسلة هاري بوتر دي حوالي 3-8 أفلام تقريبا، الفيلم ساعتين لساعتين ونص، يعني فيها خيال علمي. حضراتكم شفتم في الفيلم الناس اللي شافوه قوم أو مجموعة أو قبيلة اسمهم الهوبيت، صحيح؟ انا فاكر كويس ولا نسيت؟ لا يا شيخنا، ده ذا لورد اوف ذا رينجز هو اللي كان في ده. طيب ما هو مش لورد اوف ذا رينج دوت من ضمن السلسله؟ لا، هاري بوتر كان على الصحراء، ذا لورد اوف ذا رينجز كان عن وجود مخلوقات كتير عايشه مع بعض، فيها جن والمخلوقات قزمه وناس كتيره كده. ده مش من ضمن السلسله؟ لا، هي سلسلة مختلفة. طيب خلاص أنا آسف، الهوبيت مثلا. خلاص هقول لك دلوقتي الفيلم دوت The Lord of the Ring دوت فيه ناس شكلهم غريب جدا اسمه الهوبيت، صح كده؟ ولا أنا برضو بخرف؟ لا تمام جدا. طب الحمد لله. انت ليه يا هلال ما تؤمنش بوجود الهوبيت؟ ما هو ده غيب وده غيب، ولا انتوا على مزاجكم يعني؟ بس قبل ما تجاوب خد بالك من حاجه، هل وجود الهوبيت في ذاته ممكن عقلا ولا مستحيل عقلا؟ ممكن عقلا ولا اؤمن به لان مفيش حاجه ترجع. احسنت،
أحسن، يبقى هو في ذاته ممكن. طب ليه ما تؤمنش بيه؟ ما انت بتؤمن بالجن، ما انت بتؤمن بحاجات تانية كتير قوي غيبية، جات على دي يعني مش عايز تؤمن بيها؟ تقول له نعم. احنا كمسلمين لما بنؤمن بالغيب احنا أدمغتنا مش محل لأي خرافة تتحط فيها. احنا بنفرق بين الغيب والخرافات بإيه يا أخواننا؟ إن الغيب، الغيب شيء غير حسي عليه دليل. الخرافات شيء غير حسي ليس عليه دليل. يبقى احنا تبع ايه؟ مشين تبع ايه؟ تبع الدليل. طب ليه حضرتك اثبتت الجن والملائكة ورحلة الاسراء والمعراج والحاجات الغريبة دي كلها وما اثبتتش الحاجات اللي جت في سلسلة هاري بوتر او اللي جت في مش عارف في ايه او في The Lord of the Rings؟ ليه ما اثبتتش الحاجات دي؟ لان هنا في دليل وهنا في دليل. طب الاثنين من حيث الحكم العقلي ايه حكمهم؟ ممكن عقلا، ممكن عقلا نعم، لكن هنا حصل مرجح وهو الاخبار من الصادق وهنا ما جاليش خبر من الصادق. طيب اذا ايه؟ احنا كمسلمين دماغتنا مش ايه، مش هتقبل اي حاجه بتتقال، لا احنا نقبل ما عليه دليل بعد ثبوت امكانه العقلي. اتمنى ان يكون المساله واضحه. يعني هل ممكن نقول انه الحكم جائز عقلا؟ انه ممكن يكون صحيح اما انه رجح اثباته على عدم اثباته او انه لم يرجح اثباته على عدم فعلين كان الاخر. يعني هو فقط صحيح، انا ما يهمنيش يكون صحيح او مش صحيح. في الحكم العقلي انه جائز عقلا دكتور، ما هو بقول لك في الحكم العقلي انا ما يهمنيش ان يكون في ذاته صحيح او غير صحيح. تمام يعني انا لما اقول لحضرتك دلوقتي مثلا، لما اقول لحضرتك دلوقتي مثلا هاتي لي كده اسم شيخ حضرتك يعني بتظن فيه انه ولي من اولياء الله، تخيلي ما تقولوش اسم يعني، لكن ايه، لكن حطي في ذهنك. اقول لك من حيث الحكم العقلي الشيخ فلان يشرب الخمر، ايه رايك؟ من حيث الحكم العقلي واجب ولا جائز ولا مستحيل؟ جائز. بس شكرا. يبقى انا في الحكم العقلي ما ببصش لايه، لحاجه صح ولا حاجه غلط، ما ببصش هي موجوده في بالفعل ولا مش موجوده، لا انا ببص ليها في ذاتها. واضح؟ تمام. وبنأكد على حضرتك انه ليس كل، دي قاعده نحفظها، ليس كل جائز عقلا واقع فعلا، ليس كل ما جاز عقلا وقع فعلا. في حاجات كتير قوي جائزه في العقل لكنها غير واقع. يعني يجوز في العقل ان يكون الهوبيت موجودين لكن مش واقع، مش واقع صحيح. فليس كل ما جاز عقلا نثبته، لا نثبته الا اذا دل عليه دليل، والدليل اما يكون تجربه او عقل او خبر صادق. طيب ندخل في مقدمه افعال العباد. طيب ثم قال الشيخ المقدمه الثانيه مذاهب افعال العباد. مقدمة أفعال العباد، والمذاهب في الأفعال ثلاثة. مسألة أفعال العباد من المسائل أيضا الشائكة اللي كتير من المسلمين بيحبوا يتكلموا فيها أو بتبقى بالنسبة لهم أحيان كتيرة مش مفهومة مش واضحة، اللي هي باختصار الناس لما يجوا يسألوا السؤال يقول لك هو الإنسان مسير ولا مخير يا شيخ؟ الإنسان مسير ولا مخير؟ هو ده السؤال اللي بنحاول نجاوب عليه في المقدمة الثانية. وأبشرك علشان إيه برضو ما تتوقعوش يعني أو توقعاتكم ما تبقاش كبيرة قوي، أبشرك إنه الطرح اللي إحنا هنقدمه دلوقتي هو مجرد مقاربة للإجابة على السؤال. يعني هيظل في المسألة جزء غامض. ليه هيظل في المسألة جزء غامض؟ لأنها متعلقة بركن من أركان الإيمان، وكلمة الإيمان حط تحتها خطين، وطالما متعلقة بركن من أركان الإيمان اللي هو الإيمان بالقدر يبقى لن تعلم في هذه الدار وإلا ما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الإيمان. لو هي يمكن أن تتضح تماما يبقى مش إيمان، يبقى الإيمان، يبقى الإيمان لازمته إيه؟ يبقى الإيمان وظيفته إيه؟ طالما قال لك دي ركن من أركان الإيمان يعني في جزء هتفهمه وفي جزء هيبقى غامض. المؤمن في العادة بيعمل ايه؟ في العادة بيعمل ايه؟ بيتمسك بالمحكمات
والمتشابهات الأمور الغامضة يسلم أمر فيها إلى الله، وتسليمه بالأمور الغامضة هذه جزء من إيمانه، جزء من الاختبار الإلهي للإنسان. طيب خلونا نشوف المشايخ أو العلماء قالوا إيه. قالوا المذاهب في الأفعال ثلاثة. طيب قبل ما نقول ثلاث مذاهب، حضراتكم لازم تعرفوا إنه أفعال العباد نوعين. أفعال العباد على إيه؟ على نوعين. النوع الأول أفعال بيسموها أفعال اضطرارية، النوع الثاني بيسموه أفعال اختيارية. أفعال اضطرارية زي حركة القلب، كلنا دلوقتي ما شاء الله علينا ربنا يدينا وإياكم الصحة، كلنا قاعدين قلبنا عم يدق 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 يدق، صحيح؟ لما أجي أسألكم سؤال وأقول لكم هل هذا الفعل من العباد ولا من الله؟ الإجابة هتكون إيه؟ الإجابة هتكون إيه؟ من الفاعل؟ دقات قلبك دي عندك زرار توقفها وتشغلها ولا هي شغالة غصب عنك؟ من الله. كويس قوي. يبقى الأفعال الاضطرارية في اتفاق ما فيش فيها أي خلاف خالص أنها من الله وحده. حركة القلب، الهضم اللي بيحصل في المعي، كل ده، كل فعل اضطراري هو من الله بالاتفاق. كويسة. أمال إحنا كلامنا في إيه بقى؟ الاختلاف في إيه؟ في الأفعال اللي إحنا بنسميها اختيارية. زي إيه أفعال اختيارية؟ زي إن أنا دلوقتي قاعد بتكلم معاكم، زي إن أنا قاعد مش واقف، زي إن أنا بكرة هروح الشغل همشي، زي إن أنا أشيل دلوقتي الإزازة وأشرب منها. ده فعل بيسموه فعل إيه؟ اختياري. يبقى إحنا عندنا أفعال اضطرارية وأفعال اختيارية. الخلاف في الأفعال الاختيارية، في عندنا في الأفعال الاختيارية ثلاث مذاهب. قال والمذاهب في الأفعال ثلاثة: مذهب الجبرية ومذهب القدرية ومذهب أهل السنة. الجبرية دول فرقة من الفرق بتنظر للإنسان على إنه عبارة عن ريشة في الهواء، زي عرايس مسرح العرايس كده، زي بالضبط. أو هؤلاء لا يفرقون بين الأفعال الاضطرارية والاختيارية، يقول لك كله من الله. يعني أنت دلوقتي لما تمسك الإزازة تشرب، عندهم زي حركة القلب بالضبط، ما فيش بينهم فرق، الاثنين من الله. الاثنين إيه؟ من الله. هتقول له يا عمي إزاي بس؟ ده أنا بحس من نفسي إن لي تصرف في حمل الزجاج. يقول لك بتهيألك، تهيألك. دول بيسموهم إيه؟ الجبرية. يعني الإنسان مجبور، مسير لا مخير، ماشي اتحط على تراك ولازم يمشي فيه لآخره، في حاجة بتحركه هو مش متحكم في تصرفاته ولا في أفعاله. طبعا حضراتكم لو تصورتم هذا الكلام هتلاقي أنه بيلزم عن هذا الكلام أنه لما ربنا يأمرنا بالطاعة وينهانا عن المعصية يبقى هو كده سبحانه وتعالى يعبث، أو أمر الله لنا ونهيه لنا عبارة عن كلام مش مظبوط، يعني كلام غير حكيم. كيف يأمر الله من لا يستطيع أن يأتمر؟ كيف ينهى الله سبحانه وتعالى من لا يستطيع أن ينتهي؟ طيب إذن إيه؟ هيترتب على قول الجبرية إيه؟ هيترتب على قول الجبرية بطلان الشرائع، مفيش لا أمر ولا نهي، وبالتالي مفيش حاجة اسمها جنة ونار، أو إذا كان في جنة ونار فهو محض عبث، مفيش حاجة معناه، مفيش فايدة لإرسال الرسل. مذهب خطير جدا، بيرفع المسؤولية عن الإنسان. طيب ده مذهب الجبرية. المذهب المقابل ليه تماما والعكس تماما مذهب القدرية. من هم القدرية؟ هم نفاة القدر. نفاة الإيه؟ القدر. ما هو القدر؟ القدر هو فعل الله في الكون، وزي ما قلنا لحضراتكم في الحكم العادي لا حول ولا قوة إلا بالله، وزي ما قلنا لحضراتكم يعني لا فاعل إلا الله، لا خالق إلا الله. يجي بقى الجماعة القدرية دي ويقولوا إيه؟ يقولوا الإنسان هو خالق أفعاله، دولة المعتزلة.
بيسموهم القدرية، يعني نفاة القدر، يعني المعتزلة الذين يقولون إن الأفعال الاختيارية، احنا قلنا حالكم الاضطرارية دي في عليها اتفاق أنها من الله، هذه بفعل العباد وحدهم. يعني أنا لما بشيل الإزازة وأشرب أنا اللي عملت كده، الله لم يتدخل في هذا الفعل. يبقى احنا عندنا مذهبين متقابلين، مذهب الجبرية ومذهب أهل السنة ومذهب القدرية. في المنتصف لا ناحية اليمين ولا ناحية الشمال مذهب أهل السنة. من هم أهل السنة يا أخواننا؟ الأشعرية والماتريدية. ونقول أهل السنة ده مصطلح علمي يطلق على مدرستي الأشاعرة والماتريدية اللي هم غالب الأمة. الأشاعرة والماتريدية دولت هم مدارس أهل السنة في العقيدة، مدارس أهل السنة في الفقه المذاهب الأربعة، مدارس أهل السنة في التزكية الطرق الصوفية الكبرى. يبقى احنا عندنا كده مثلث، والكلام ده شرحناه لحضراتكم قبل كده، الكلام ده شرحناه لحضراتكم قبل كده، قلنا لكم عندنا مثلث الإيمان الإحسان الإسلام. في ناس بيعبروا من علماء الأمة عن الإسلام، وفي ناس بيعبروا عن الإيمان، وفي ناس بيعبروا عن الإحسان. المعبرون عن الإسلام المذاهب الأربعة دول أهل السنة في جانب الإسلام، أعمال الظاهر، الفقه. في ناس بيعبروا عن الأمة في جانب الإيمان اللي هم الأشاعرة والماتريدية، أعمال العقل. في ناس بيعبروا عن الأمة في جانب الإحسان اللي هو الجانب القلبي الوجداني، اللي هي الطرق الصوفية السنية الكبرى زي الطريقة الشاذلية، الطريقة النقشبندية، الطريقة الرفاعية إلى آخر هذه الطرق. طيب، فإحنا نقول أهل السنة عن الأشاعرة والماتريدية. ومذهب أهل السنة ده المذهب الثالث. تعالوا نقرأ كده، خلينا برضو ماشيين مع الشيخ شوية بشوية. قال: فمذهب الجبرية وجود الأفعال كلها بالقدرة الأزلية فقط. إيه هي القدرة الأزلية؟ يعني إيه الأزلية؟ مين يقول؟ يعني إيه القدرة الأزلية؟ منذ القدم، يعني القدرة موجودة منذ القدم. الأزلية يعني القديمة. إحنا عندنا القدرة إما قديمة وإما حادثة. القدرة القديمة هي قدرة الله، القدرة الحادثة هي قدرة العبد. ليه قلنا قدرة الله قديمة؟ لأن الله قديم فصفاته قديمة. ليه قلنا إن قدرة العبد حادثة؟ لأن العبد حادث فصفاته حادثة. واضحة كده؟ طيب، قال: فمذهب الجبرية وجود الأفعال كلها بالقدرة الأزلية فقط. يبقى كل حاجة حضرتك بتعملها واقعة بقدرة الله وحده، وحده سبحانه وتعالى، من غير مقارنة لقدرة حادثة. يعني قدرة العبد مش متدخلة خالص في المسألة. يعني حضرتك لما بتقوم تصلي كأن بالظبط قلبك بيتحرك، مفيش فرق، هذا فعل الله وهذا فعل الله، انت ما لكش علاقة بالموضوع. لما تشرب خمر مش انت، انت ما لكش علاقة بالموضوع. طيب، ده مذهب الجبر اللي قلنا لحضراتكم انه بيبطل الشريعة، يترتب عليه ابطال الشرائع. ومذهب القدرية وجود الافعال الاختيارية بالقدرة الحادثة فقط. إيه القدرة الحادثة؟ لقدرة العبد. يعني أنا لما بعمل أي حاجة هذا الفعل وقع بقدرتي فقط، الله لم يتدخل، الله لم يتدخل. قال: مباشرة أو تولدا. في عندنا أفعال مباشرة زي إيه؟ زي أنا فلان ده هديله بالقلم بإيديا، يبقى أنا كده باشرت الفعل بنفسي. أو تولدا، فلان ده أنا حدفته بالطوبة جت في دماغه، فالطوبة عملت إيه؟ جرحته. لكن هذا الفعل، فعل الطوبة ده، متولد عن إيه؟ عن يدي. فمباشرة أو تولدا، يبقى الأفعال المباشرة والمتولدة عن الأفعال المباشرة الاثنين واقعين بقدرة العباد وحدهم، بالقدرة الحادثة فقط. طب إيه المشكلة في مذهب القدرية أو مذهب المعتزلة؟ إحنا نفسنا بنشوف
إن والله أنا لما مسك الإزازة أهوة وأشرب أنا اللي مسكتها وشربت، لما بقوم أصلي أنا اللي قمت وصلي، لما بمشي للشغل أنا اللي مشيت للشغل، لما بشتم فلان أنا اللي حركت لساني. إيه المشكلة في هذا؟ المشكلة في هذا يا أخوانا إنه هيترتب على هذا، زي ما هيترتب باطل على مذهب الجبرية هيترتب باطل على مذهب الإيه؟ على مذهب المعتزلة. إيه الباطل اللي هيترتب على مذهب المعتزلة؟ الباطل اللي هيترتب على مذهب المعتزلة أن تكون قدرة الله محدودة، يعني تيجي قدرة الله لما قدرتي أنا تتصرف تقف. هيترتب على مذهب المعتزلة أن يكون الإنسان هو خالق أفعاله، وإحنا قلنا لحضراتكم لا خالق إلا الله، خالق كل شيء وحركتي دي شيء. بل في آية في القرآن أصرح وتقول الله خلقكم وما تعملون. إذن مذهب القدرية مذهب المعتزلة غير مستقيم في العقل والنقل. لذلك أهل السنة اللي هم دونوا وقرروا عقائد الصحابة رضي الله عنهم قالوا إيه؟ قالوا ومذهب أهل السنة وجود الأفعال كلها بالقدرتين. بالقدرتين يعني أنا دلوقتي لما بمسك الإزازة واشرب هذا حصل بقدرة قديمة من الله. ليه بقدرة قديمة من الله؟ لأنه الخالق، زائد قدرة حادثة من العبد، الاثنين مع بعض. ليه بقدرة حادثة من العبد؟ حتى يصح أن تنسب أو أن ينسب الفعل للعبد فيحاسب أو يساب. وما هيحاسب ويساب على إيه؟ الفعل اللي الإنسان بيعمله بيتم بالقدرتين، قدرة قديمة زائد قدرة حادثة. هتقول لي يا شيخ برضو المسألة مش واضحة، أقول لك ولا هتتضح، ده أقصى حاجة احنا وصلنا لها علشان نجمع بين النصوص القرآنية والنبوية في هذا الأمر. هتقول لي ما هو لسه في علامة استفهام، أقول لك نعم، علشان كده بقول لك إنه إيمانك بهذه القضية هو جزء من الإيمان بالقدر. هذا هو الإيمان بالقدر. يعني الإيمان بالقدر أن تؤمن بفعل الله فيك وإن لم تدركه. يبقى إذن قال ومذهب أهل السنة وجود الأفعال كلها بالقدرة الأزلية فقط. طب دلوقتي يا شيخ هتيجي تسألني سؤال تقول يا شيخ أنا دلوقتي لما باجي أشرب المية أو لما باجي أسرق أو لما باجي أقتل أو لما باجي أصلي أو لما باجي أؤمن أو لما باجي أكفر، كل الأفعال دي إيه؟ إزاي أوصفها؟ قال لك يا سيدي هتوصفها بالآتي. هتقول هذا الفعل وقع من الله خلقا، يعني خلقه الله، ومن العبد كسبا. يعني يوم من العبد كسبا يعني نسب إلى العبد لأنه حصل بقدرته الحادث، ونسب إلى الله خلقا، فالله هو خالق الأفعال والعباد يكتسبونها. لذلك يقول الله تعالى لها ما كسب وعليها ما اكتسب. هتقول لي ايه هو الكسب؟ انا برضو مش فاهم ايه هو الكسب ده. اقول لك الكسب ده اختلف العلماء في تفسيره، اختلف العلماء في ايه؟ في تفسيره. لكن اوضح مذهب ممكن اقول لك عليه هو مذهب الماتريدي، ده اللي يفهمك المسألة شوية. الماتريدي قالوا انه الفعل ينسب للعبد ويقع بالله سبحانه وتعالى. ازاي؟ قال لك العبد يعزم. يعني انا دلوقتي مثلا عزمت، يعني نويت نية اكيدة اني مثلا امسك الازازة واشرب مية. لما العبد بيعزم الله عز وجل يخلق فيه حمل الماء وشرب الماء. يبقى الكسب هو الايه؟ الاراده. الماتريديه بيسموها الاراده الجزئيه، اللي هو العزم المصمم، بيسموه برضو العزم المصمم. ده ممكن يقرب من حضراتكم المساله شويه، وتظل المساله خلافيه، لانه الاشاعره هيعترضوا على هذا ويقولوا طيب ما هو العزم ده برضو مين اللي عمله؟
مسألة طويلة الذيول ما يهمناش كتير ان احنا نخوض فيها لانه الخوض فيها لن يؤدي الى شيء. المهم ان احنا لا نعتقد مذهب الجبرية ولا مذهب القدرية لانه الاثنين منافين للنصوص. المقاربة اللي عملها اهل السنة بتحاول تجمع بين النصوص. هل هي مقاربة واضحة تماما؟ لا، ليست واضحة تماما، وانما فيها غموض، لكنها اقرب ما يقال في هذه المسألة. طيب خلينا برضو ماشي مع الشيخ. ومذهب أهل السنة وجود الأفعال كلها بالقدرة الأدبية فقط مع مقارنة الأفعال الاختيارية بقدرة حادثة. إذن فعل العبد بما يقع، أنك يقع بقدرتين قديمة وحادثة لا تأثير لها، يبقى التأثير كله للقدرة القديمة. يعني الفعل وجد بإيه؟ بالقدرة القديمة، القدرة القديمة. طب أمال الحادثة وظيفتها إيه؟ قال لك مجرد صورة. لذلك بعض الأشاعرة بيقولوا، المتن ده متن أشعري، بعض الأشاعرة بيقولوا إن الإنسان مجبور في صورة مختار. طبعا التعبير، التعبير يعني إيه؟ ممكن كتير من الناس ما يفهموش. مجبور في صورة مختار يعني التأثير كله والفعل كله للقدرة القديمة. القدرة الحادثة مجرد غطاء، مجرد غطاء وصورة. طيب بإذن قال ماذا بقى السنة؟ وجود الأفعال كلها بالقدرة، وجود الأفعال كلها بالقدرة الأزلية فقط مع مقارنة الأفعال الاختيارية لقدرة حادثة لا تأثير لها مباشرة أو تولدا. برضه قلنا الفعل المباشر انك تعمل حاجه بنفسك، بايدك برجلك بعينك بكده، او تولدا يعني الافعال المتولده عن المباشره، زي ما تضرب واحد بعصايه، العصايه ضربت، لكن هذا الفعل متولد عن حركه يدك فهو فعل متولد. طيب قال واما الكسب، يبدا بقى يعرف الكسب لانه نتج عن قول اهل السنه ان العبد فعله بنسميه الكسب. يبقى قول اهل السنه ده لما نيجي كده نفهمه هيتولد عنه ايه؟ انه فعل العبد هنسميه كسب مش خلق، لان العباد لا يخلقون. فجه عرف لك الكسب وقال لك اما الكسب فهو عبارة عن تعلق القدرة الحادثة بالمقدور في محلها من غير تأثير. يعني القدرة الحادثة اللي هي قدرة العبد تتعلق بالمقدور اللي هو الفعل، زي حمل الزجاجة مثلا، في محلها من غير تأثير. يعني تتعلق القدرة الحادثة بالفعل من غير أن تؤثر فيه، ده معنى الكسب الذي يقول به أهل السنة. نرجع بقى للإجابة على السؤال بصورة كده إيه أبسط وأوضح. يا شيخ الإنسان مسير ولا مخير؟ أقول لك الإنسان مسير في أمور، مخير في أمور. مسير في الأفعال الاضطرارية، ومخير ظاهرا، ممكن ظاهرا في الأفعال الاختيارية. ليه بتقول ظاهرا يا شيخ؟ أقول لك لأنه الفعل الاختياري لا ينفرد الإنسان بفعله، وإنما هذا الفعل الاختياري يكون بقدرة قديمة من الله وبقدرة حادثة من العبد. هتقول لي يا شيخ الموضوع لسه غامض، لسه في علامة استفهام. أقول لك نعم، لذلك جاءت الشريعة وقالت لك وأن تؤمن بالقدر، هذا هو الإيمان بالقدر. يا شيخ أنا عايز أفهم أكتر من كده. أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخوض في القدر. هتقول لي يا شيخ المسألة محيراني. هقول لك عليك أن تفكر في فعلك أنت لا في فعل الله تعالى. يعني منفعش حضرتك تقول لي طيب ما هنا كده أنا لو كفرت، لو عصيت، لو شربت خمر، لو زني كده، الحاجات دي كلها بما وقعت يا شيخ؟ أقول لك بقدرتين، بقدرة قديمة من الله بقدرة حسن من العبد. تقول لي إذن أنا مش هتحاسب؟ أقول لك أبدا هتحاسب، بتحاسب، لأن العلاقة تحديدا بين القدرة القديمة والقدرة الحادثة احنا ما نعرفهاش، في علامة استفهام. الكيفية احنا ما نعرفهاش، في علامة استفهام. لكن ربنا قال لنا انك هتتحاسب فهتتحاسب.
طب يعني اعمل ايه يا شيخ؟ اقول لك فكر في فعلك انت ولا تفكر في فعل الله، فكر فيما يجب عليك انت ولا تفكر فيما يجب على الله او فيما يفعله الله. يعني ايه يا شيخ؟ يعني لما الظهر اذنت قمت صلي، كن بقى انت قمت بالله ولا بنفسك ولا كل التدقيقات دي ملهاش دعوه، يعني ايه مش مفيده. لكن انت كمؤمن يجب انك تعرف انك لا تفعل شيئا الا بالله حتى يتعلق قلبك بالله، لانه لا فاعل الا الله، لا خالق الا الله، حتى افعال اللي هتحاسب عليها حتى افعالك اللي هتحاسب عليها. هنقف هنا اليوم ونبدا المره القادمه ان شاء الله وناخد مقدمة أنواع الشرك ومقدمة أصول البدع. نخلص المرة الجاية بحيث المرة اللي بعدها تاخدوا الامتحان، ونبدأ في المستوى التالي مباشرة اللي هيكون فيه إن شاء الله تعالى متن العقيدة الطحاوية. طيب قبل ما أختم، في أي أسئلة في اللي احنا قلناه؟ بعد إذنك يا مولانا أنا عندي سؤالين. أول حاجة أنا عندي يعني تلخبطة كده سنة بين الحكم العادي والحكم الجائز عقلا. يعني طيب الأحكام العادية كلها داخلة في الإمكان العقلي، سهلة دي؟ تمام. جود ولا لسه مش واضحة؟ لا كده خلاص، يعني هما مش شرط إن هما يبقوا يعني حاجتين منفصلين، لا هما فعلا جزء من بعض. طيب وهقولك على حاجة كمان هتفرحي بيها أكتر. إن الأحكام الشرعية كلها داخلة برضو في الإمكان العقلي. حلو جدا، تعالى كده بتحت الحمد لله. أنا كنت متخيلة إن هما مفصولين وحاسة إن أنا مشتتة. في تداخل. ممكن الحاجة تبقى مستحيلة عادة ممكن عقلا. يعني مثلا هقولك مثلا وجود الفيل يطير، فيل يطير، هتقول لي إيه؟ عقلا إيه؟ جائز عقلا. ممكن عادة هو مستحيل وجوده. مستحيل بس يبقى ايه؟ ممكن عقلا، مستحيل عادة. تمام كده؟ تمام. تمام الحمد لله. السؤال الثاني هو في قصة الافعال العباد. طيب في الحالة دي الدعاء ممكن يغير، يعني ممكن بالدعاء ربنا يخلي اي حاجة؟ هو انا عارفة فكرة القضاء المبرم والقضاء المعلق، بس انا بتكلم في النقطة دي ان احنا قلنا ان كل حاجة بقدرة الله الازلية في الاول وبفعلنا الحاج. طيب هو الدعاء في الحالة دي ممكن يغير القدر ايا كان؟ الدعاء، ما هو حضرتك عارفة قصة القضاء المبرم والمعلق، فانا ما عنديش كلام اقوله. هو القضاء الله سبحانه وتعالى قدر نوعين، معلق ومبرم. القضاء المبرم لا يغيره الدعاء، زي معاد الموت مثلا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لكن الدعاء يغير. نعم يغير القضاء المعلق. طب أنا عايز أسأل حاجة، هو إحنا عندنا القضاء المبرم دي حاجات معلومة بعينها؟ كل تفاصيل الحياة ممكن تبقى قضاء مبرم؟ لا معروف، حاجات معلومة بعينها، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يعني الأمور المبرمة التي أكدها الله سبحانه وتعالى أنها، أو أكد الله أنها لا تتغير، دي قضاء مبرم. في نوع تاني من القضاء ربنا كتبه مع أسبابه، كتبه مع أسبابه، فإذا تغيرت الأسباب تغير القضاء. يعني الحته دي ما ينبغيش فيها، لي انا كنت متخيله او اللي انا فاهماه انه في حاجات في تفاصيل حياتنا اليوميه هي قضاء مبرم، فانا يعني حتى لو دعيت وحتى لو اتخذت الاسباب. ما هو بصي، ما هو برضو الدعاء مش لازم يغير حياتنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يدعو بدعاء الا استجيب له. دعائك دايما مستجاب، لكن صور الاستجابه مختلفه. احنا بنظن إن عشان دعائي يبقى مستجاب يبقى اللي أنا قلته يتحقق. لا مش شرط. يعني يا رب مليون دولار النهاردة، أنا دعيته دعائي دوت أين ذهب؟ ما راحش في حتة، اتكتب. هستفيد منه؟ نعم. إزاي هستفيد منه؟ إما إن ربنا يرزقني بمليون دولار، أو أخذ حسنات بقدر دعائي لأني ذكرت الله سبحانه وتعالى، أو يرفع عني من الذنوب بقدر ما دعوت، أو يدخر لي في الآخرة.
يبقى أنا استفدت في كل الأحوال. ربنا سبحانه وتعالى بحكمته بيختار العبد الأصلح. إذن إحنا في كل الأحوال ندعو، لكن وفي كل الأحوال الدعاء مستجاب، ادعوني أستجب خلاص خلصانة. لكن إحنا المشكلة بتحصل إمتى؟ لما نقول يا رب أنا عايز دي بالذات دي دلوقتي. لا، صور الاستجابة مختلفة، الله يختار منها ما يشاء. طب هو يا مولانا هو كده من سوء الأدب إن أنا أدعي بحاجة نفسي فيها بعينها؟ لا مش من سوء الأدب، لكن من الأحسن إنك تقولي إن كان هذا يرضيك مثلا أو إن كان فيها خير. يعني أنت لما يبقى عندك ربنا المحيط العليم سبحانه وتعالى وعارف الحاجة دي تبقى خير ولا شر ليكي بعلم المحيط، أظن يعني مش لطيف إنك تستغني عن العلم المحيط ده. يعني انت هتروحي تسافري بلد على سبيل المثال خلاص، وعندك حد انت عارفاه كويس قوي ومستعد يساعدك، هل من العقل انك تقولي لا مش هاخد راي حد هروح من غير ما اسال من غير ما اعرف اركب ايه ما اركبش ايه؟ انت ممكن تعملي كده فعلا، لكن ده مش احسن حاجه. ليه ما تستشيريش الناس اللي عارفه؟ استشيري الناس اللي عارفه. فلذلك احنا احيانا بنختار حاجات فيها شر لينا. فلذلك انا بقول ايه، الله زي ما جه في دعاء الاستخاره، اللهم ان كان هذا اللهم إن استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي أو عاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي إن كان خير، وإن كان غير ذلك فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث كان وردني به. ممكن أسأل حاجة محددة، قول يا رب ارزقني $1,000,000 النهاردة إن كان فيها خير، أو ارزقني النهاردة كذا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، بحيث حضرتك تاخدي الحلو والوحش يبعد عنك. تمام. طب دكتور بعد إذنك، لو أنا عايزة أستزيد في المسألة دي في فكرة الدعاء والأقدار والحاجات دي، أسمع إيه أو أقرأ إيه؟ مقرقني بقاله حبة يعني. إحنا أظنك تكلمنا عنه في مختصر نهاية القاصدين في ربع المنجيات. تمام. ممكن تشوف كده المحاضرات اللي موجودة وتشوفي كده الجزء الخاص بالذكر والدعاء. إذا ما لقيتيش أعتقد موجود، يعني أنا أعتقد أنه موجود لكن أنا مش فاكر بالضبط المحاضرة الرقم كان، فشوفي كده إذا ما لقيتيش خبريني. حاضر. اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.